بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هناخد في التوبيك ده في الفيديو معظم الأسئلة اللي بتتسأل في الانترفيو عن الـ OOP. بيبقى فيه جزء من الانترفيو مخصص لأسئلة الـ Object Oriented Programming. حلو؟ في أسئلة مشهورة يعني، أو يعني معظمها بيتسأل في إيه، بيبقى متشابهة في كل الانترفيوهات. خلينا ناخدهم واحدة واحدة. أول سؤال: What is Object Oriented Programming؟ هيجي يقول لك إيه هو الـ OOP؟ اشرح لي إيه الـ OOP ده وبيعمل إيه؟ طيب الـ Object Oriented Programming is a programming paradigm that uses objects to structure and design code. It is based on the concept of objects, which are instances of classes. الـ OOP promotes the principles of encapsulation, inheritance, and polymorphism. يبقى إيه الكلام ده؟ الـ OOP هو نموذج برمجي، حلو؟ بيستخدم عن طريق إن هو بيعامل كل entity في الـ real world اللي إحنا عايشين فيه، إن هو كل حاجة بيعملها as an object، بيعبر عنها بـ object، حلو؟ في أربعة كونسبتس، أربع مفاهيم مبني عليهم الـ OOP، المفاهيم الأساسية أو الرئيسية الـ encapsulation والـ inheritance والـ polymorphism، حلو؟ والـ abstraction، تمام؟ دول أربع كونسبتس للـ OOP. طيب what are the four fundamental principles of OOP اللي لسه قايلين عليهم؟ هيقول لك إيه الأربع أساسيات أو الأربع features، المزايا اللي مبني عليهم الإيه؟ الـ OOP. The four fundamental principles of OOP are الـ encapsulation. حلو؟ طيب إيه الـ encapsulation ده؟ عبارة عن إيه؟ is the practice of hiding the internal details of an object and exposing only what is necessary. يعني إيه الكلام ده؟ يبقى الـ encapsulation هي عملية إن أنا بخفي التفاصيل الداخلية عن الـ object وبدي بس التفاصيل المهمة. حلو؟ تاني كونسبت الـ inheritance، الوراثة، إن عندي class أقدر أخليه يورث كل الـ attributes، كل الصفات اللي موجودة جوه class تاني. حلو؟ inheritance allows class، بيسمح للـ class to inherit properties، إن هو يورث الخصائص والـ methods اللي موجودة في class تاني. facilitating code reuse، ده بيسهل عليك إنك تعيد استخدام الكود، بدل ما عندك class أو أكتر من class في attributes معينة، بدل ما تروح جوه كل كلاس تكتب الاتريبيوتس دي من اول وجديد، لا هو هتكتبها في كلاس واحد وتروح تورث منه، فانت ايه، مجرد ما ورثت منه انت خدت الصفات دي، فقللت الايه، قللت الكود ريدندنسي، انك تكرر كتابة الكود، وقللت الوقت اللي انت بتكتب فيه الكود. طيب البوليمورفيزم، البوليمورفيزم allows objects of different classes to be treated as objects of a common superclass. It enables method overriding and dynamic method binding. طيب البوليمورفيزم، كلمة بولي يعني العديد من الأشكال، ليه نوعين: الستاتيك بايندينج والدايناميك بايندينج، واحد أثناء الكومبايل تايم وواحد أثناء الران تايم. الكومبايل تايم ده اللي هو الإيه؟ الميثود أوفرلود. الميثود أوفرلود إني بعمل ميثود، أكتر من ميثود في نفس الكلاس بنفس الاسم، بس السيجنتشر بتاعتها مختلفه، العدد البارامترز او التايب بتاع البارامتر او ايه ترتيب البارامتر مختلف. والاوفررايد انك بتعمل ميثود في السوبر كلاس وبتعمل لها ريديفاين، اعاده تعريف جوه الايه السب كلاس بتاعها، ده بيريسولف اثناء الران تايم، لما بتيجي تاخد اوبجكت من الكلاس بيشوف انهي كلاس انت خدت منه اوبجكت وبينادي على الميثود اللي جواه. طيب الابستراكشن هو تجريد البيانات. Abstraction is the process of simplifying complex reality by modeling classes based on their essential properties and behaviors. يعني انك بتجرد التفاصيل غير المهمة، حلو، وبتدي بس الكلاينت ايه التفاصيل المهمة. زي ايه مثلا؟ لو انت بتسوق عربية، انت عارف لو انت دوست على الفرامل العربية هتقف، حلو، ده المعلومة اللي عندك. طب internally، داخليا حصل ايه جوه العربية اول لما انت دوست على الفرامل؟ ايه التفاصيل اللي حصلت خلت العربية تقف؟ انت مش مهم بالنسبة لك تعرف المعلومة دي، انت بس المهم انك تعرف ان هي العربية هتقف. هو ده الابستراكشن. طيب
What is a class in OOP and how does it relate to objects؟ ايه هو الكلاس في الـ OOP وازاي هو ليه علاقه بالـ object؟ A class is a blueprint for creating objects. هو مخطط عشان ابني بيه الـ object. It defines the structure, attributes and behaviors that its object will have. Objects are instances of class and they inherit the characteristics defined in the class. يبقى الـ class هو عبارة عن مخطط بحط فيه الـ attributes بتاعتي. حلو؟ فأنا عندي مثلا أنا محتاج أستخدم user object. حلو؟ فهكريت class اسمه user. الـ class ده فيه إيه؟ في الـ attributes بتاعتي، محتاج أحط الـ first name والـ last name والـ age والـ date of birth، تاريخ الميلاد، وبيانات معينة عن الـ user محتاج أبعتها في request مثلا لـ API. حلو؟ فمحتاج أكريت class. الـ class ده فيه الـ attributes بتاعتي اللي هي الـ إيه؟ اللي هي الحاجات اللي أنا قلتها دي. طيب، وممكن يبقى جواه methods معينة. حلو؟ هستخدمها. method بت validate على الـ user، ميثود بتحسب حاجه معينه لليوزر، وهكذا. دي الكاركترستكس، الخصائص اللي موجوده عندي والفيلدز اللي موجوده في الكلاس. طيب بكريته ليه؟ عشان استخدمه من خلال اوبجكت. هكريت اوبجكت من نوع الكلاس بتاعي اللي اسمه يوزر، وست فيه الداتا بتاعتي وابعتها، اروح اهيت ريكويست وابعت للاي بي اي البيانات دي. يبقى هو ده فايده الكلاس والاوبجكت. طيب explain the concept of inheritance. ايه مفهوم الانهيرتنس؟ inheritance هو ميكانيزم، آلية that allows a class، بتسمح للكلاس زي sub class او derived class to inherit properties، ان هو يورث الخصائص والصفات والسلوك من class تاني اللي هو في الحالة دي اسمه السوبر class او البيس class او البيرنت class. This promotes good reuse. ده بيديلك اتاحة لانك تقدر تعيد استخدام الكود، and the creation of hierarchy of classes، وانك تبني hierarchy للclasses. حلو؟ بدل عندك class في شوية داتا معينة، الداتا دي انت محتاجها في class تاني، بدل ما تروح تكتبها هي في class تاني وclass تالت وclass رابع، لا بتعملها في class واحد وتورث منه. مجرد ما انت عملت extend من الclass ده، خلاص انت already accessed وتقدر توصل لكل الحاجات اللي موجودة جواه. حلو؟ طيب what is encapsulation and how does it improve code maintainability؟ ايه هو الانكابسوليشن وازاي هو بيحسن صيانة الكود؟ الانكابسوليشن is the practice of bundling the data, attributes and the methods, behaviors that operate on the data into a single unit called an object. بتحط الـ attributes بتاعتك والـ data بتاعتك، الـ behaviors بتاعتك والـ methods بتاعتك جوه single unit، جوه واحدة مقفولة على نفسها. حلو؟ It improves code maintainability، بيحسن صيانة الكود، by providing control، إن هو بيديك تحكم over access للوصول لعناصر الـ objects بتاعتك، to the object's internal state and reducing the risk of unintended modifications. يعني ايه؟ يعني بيحسن صيانة الكود بتاعتك عن طريق ان هو بيديك تحكم للايه؟ الاوبجكت، العناصر، الوصول تقدر توصل له ازاي؟ عن طريق الاكسس موديفايرز اللي هم البابليك والبرايفت والبروتكتد، تقدر تحدد او تتحكم من خلالهم مين يقدر يوصل للفيلدز بتاعتك او الميثودز بتاعتك. How does polymorphism enable flexibility in OOP؟ ازاي البوليمورفيزم بيديك مرونة في OOP؟ البوليمورفيزم بيسمح لك انك allows object of different classes to be treated as object of a common super class. This enables the same method name to behave differently for different objects depending on their actual class. Polymorphism promote flexibility and extensibility in the code. يعني ايه الكلام ده؟ انت تقدر تعمل ميثود اسمها سم، او اكتر من ميثود اسمها سم جوه نفس الكلاس، 10 ميثود اسمهم سم، بس الفرق
لازم السيجنتشر بتاعتهم تبقى مختلفه. السيجنتشر اللي هي ايه؟ عدد البارامترز، مثلا ميثود بتاخد 2 وميثود بتاخد 3 وميثود بتاخد 4 وهكذا، او ميثود بتاخد 2 وميثود بتاخد 2 بس. بيبقى في فرق في ايه؟ يا اما في ترتيب الداتا تايب. حلو، يعني اول مثلا بارامتر انت وتاني بارامتر سترينج والتانيه عكسها، اول بارامتر سترينج والتاني ايه؟ انت. حلو، طيب، او الاوردر بتاعهم زي ما قلنا مختلف. فانت كده بدل ما تسمي عندك كذا ميثود عايز تسميهم، بدل ما تضطر انك تسميهم باسامي مختلفه، لا هو هيسمح لك انك تسميهم بنفس الاسم، بس المهم السيجنتشر بتاعتهم مختلفه، سواء في التايب الداتا تايب بيبقى مختلف، زي مثلا واحده بتاخد 2 انت وواحده بتاخد 2 دبل كبارامتر. حلو، او العدد بتاع الارجيومنت مختلف، او الترتيب مختلف. ده بيديك مرونه في الكود بتاعك واكستنسبل، يخلي الكود قابل لايه؟ لان هو تزود عليه. What is an abstract class in OOP؟ ايه هو الابستراكت كلاس في الOOP؟ ده واحد من اشهر الاسئله اللي بتتسال على في الانترفيو، الابستراكشن. طيب الابستراكت كلاس عباره عن كلاس cannot be instantiated. يعني ايه؟ يعني ما تقدرش تاخد منه instance، and is often used as a base class، ودايما بيستخدم ان هو base class. يعني ايه base class؟ يعني في كلاسز ثانيه هتورث منه، هتبقى sub classes منه، هو البيز بتاعه. حلو، for other classes it can contain abstract methods، ممكن يبقى جواه abstract method. يعني method يعني ايه abstract method؟ يعني method من غير implementation، مش عاملاه تنفيذ، عاملاه declaration بس، معرف بقول له function مثلا sum وهتاخد مثلا انت ايه وانت بي وسيمي كولون بس، ما عملتش بدل، ما عملتش قوسين وعملت implementation method دي هتعمل ايه؟ مين اللي هيعمل بقى implementation ليها؟ الكلاس اللي هيورث من الابستراكت كلاس ده، هيقول اكستند الابستراكت كلاس ده. حلو، فهيعمل implementation للميثود دي، must be implemented، لازم يعمل لها implementation. لو ما عملتلهاش implementation هو الميثود اللي جوه دي، انت هتعمل ميثود ابستراكت وميثود نون ابستراكت. طيب مين اللي المفروض يعمل امبلمنتيشن للميثودز الابستراكت اللي جوه الابستراكت كلاس؟ الدرايفد كلاس او التشايلد كلاس، ماست بي امبلمنتد باي درايفد كلاسز. الابستراكت كلاس بروفايد ا كومن انترفيس اند شيرد فانكشناليتي فور زير سب كلاسز. طيب describe the concept of an interface in OOP. ايه مفهوم الانترفيس في OOP؟ الانترفيس برضو زي الابستراكت كلاس، عشان اقدر احقق بمفهوم الابستراكشن. الانترفيس عبارة عن collection، مجموعة من الابستراكت methods that define a contract، بتعرف عقد للكلاسز. اي كلاس هيمبلمنت الانترفيس ده لازم يلتزم بالحاجات او البنود اللي موجودة جوه العقد ده اللي هو الانترفيس بتاعه. Help that implemented classes that implement an interface are required to provide concrete implementation for all the methods defined in the interface. يعني اي class هيimplement الانترفيس ده لازم يimplement كل الميثودز اللي متعرفه جوه الانترفيس، ما ينفعش ميثودز او ميثودز لا. Interfaces are used بيستخدم to achieve multiple inheritance in Java and other language، بيستخدم عشان يحقق هدف المالتيبل انهيرتنس. ليه؟ لان الجافا مش بتسبورت المالتي انهيرتنس، انك تورث من اكتر من كلاس. وفي سؤال هيجاوب على ليه الجافا مش بتسبورت المالتي انهيرتنس، طيب او المالتيبل انهيرتنس. What is the difference between composition and inheritance؟ ده برضو سؤال بيتسال كتير، ايه الفرق ما بين الانهيرتنس والكومبوزيشن؟ طيب في ناس كتير ما تعرفش مفهوم الكومبوزيشن، بس هي حاجه بسيطه جدا. الكومبوزيشن involves creating objects of one class within another class. يعني ايه؟ يعني بتاخد object من class جوه class تاني، هو ده الكومبوزيشن. حلو، to reuse their functionality، عشان تعيد استخدام الايه؟ الفانكشناليتي بتاعها. حلو، ده الكومبوزيشن.
يبقى الكومبوزيشن عباره عن ايه؟ انك بتستخدم او بتاخد اوبجكت من كلاس جوه كلاس تاني، حلو كده؟ طب الوراثه عباره عن ايه؟ الانهيرتنس بتسمح لكلاس يورث الخصائص والصفات من كلاس تاني، inherit properties و behaviors from another class. طيب الكومبوزيشن is generally favored over inheritance، يعني بيفضل اكتر من الانهيرتنس. حلو، because it promotes flexibility and avoids some of the issues associated with deep class hierarchies. حلو، يعني بيدي مرونه اكتر وبيتجنب المشاكل اللي بتحصل لعمق الهيراركيز لما يبقى فيه كلاس بيورث من اكتر من كلاس. وحاجه كمان الريليشن شيب، العلاقه ما بين الانتيتيز وما بين بعضها في الكومبوزيشن هاز ا ريليشن شيب، في الانهيرتنس از ا ريليشن شيب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الكومبوزيشن انت بتستخدم قلنا اوبجكت من كلاس جوه كلاس تاني، فعندك مثلا كلاس اسمه انجن محرك، خدت منه اوبجكت جوه كلاس اسمه كار عربيه، فالعربيه ليها عندها او ليها محرك، يبقى الريليشن شيب هنا ايه؟ هاز ايه؟ الكار هاز ان انجن، ليها محرك، فهي دي الريليشن شيب في الكومبوزيشن. طب الانهيرتنس الريليشن شيب ما بين الانتيتيز ايه؟ از ايه؟ عايز تحفظها او تفتكرها، الانهيرتنس اولها اي، فالريليشن شيب بتاعتها از اولها اي برضه، الثانيه هاز ايه. طيب ايه از ايه دي؟ يعني عباره عن كذا، زي انت مثلا عملت انهيرتنس وراثه دوج كلب بيورث من انيمال حيوان، فهنا الريليشن شيب ايه؟ الدوج از ان انيمال. حلو، يعني الكلب عباره عن او is a عبارة عن حيوان. حلو، ال person is a human. حلو، هي دي relationship في ال inheritance. طيب ده اللي قلنا هنتكلم عليه، explain the diamond problem in the context of multi او multiple inheritance. قلنا الجافا، لغة الجافا مش بتسبورت، مش بتدعم ال multiple inheritance. ليه؟ عشان ال diamond problem دي. حلو، طب ايه هي ال diamond problem دي؟ الدايموند بروبلم اوكيرز، بتحدث ان لانجويج ذات سبورت مالتيبل انهيرتنس، في لغات بتدعم المالتيبل انهيرتنس. طيب بتحدث امتى؟ when a class inherit from two classes that have a common base class it can lead to ambiguity in method resolution to resolve the diamond problem. Programming language like C++ and Java use various mechanisms such as virtual inheritance او الانترفيس implementation. يعني ايه بقى الكلام ده؟ طيب الدايموند بروبلم عباره عن ايه؟ الدايموند بروبلم عباره عن ان في حاله بتحصل من الغموض. بتحصل امتى؟ دلوقتي عندك كلاس بيورث من اتنين كلاسز، حلو؟ يعني كلاس سي بيورث من A وB، حلو؟ طيب كلاس A وكلاس B فيهم نفس الميثود بنفس السيجنتشر بنفس كل حاجه. طيب كلاس سي لما يجي يورث منهم هما الاتنين وتنادي على الميثود دي اثناء الران تايم، الكومبايلر هيعرف منين ينادي على دي ولا ينادي على دي؟ ما هو بيورث منهم هما الاثنين والاثنين زي بعض، فهينادي على دي ولا هينادي على دي؟ هي دي حاله الغموض اللي بيحصل لها. حلو، عشان حل للمشكله دي في لغات زي السي بلس بلس والجافا، الجافا بتستخدم الايه؟ بتستخدم ميكانيزم اليه ان هي منعت المالتيبل انهيرتنس وخلت انك تقدر تعمل امبلمنتيشن لاكتر من انترفيس. طيب في سؤال حلو هنا، واحد هيقول لي طب افرض انا عملت امبلمنتيشن لاكتر من انترفيس، الاثنين انترفيسز، وعملت نفس المشكله. هنا بقى هقول لك انت بتفكر صح، بس الحل انك انت اصلا ما تعملش نفس الاسم، يعني ما عملت اثنين انترفيس، حلو، ما تروحش تسمي ميثود بنفس الاسم في الاثنين انترفيس. حلو، لانه هيحصل نفس الايه؟ المشكله. يعني ما تقولش ميثود اسمها شو لودنج هنا وهنا وتروح تعمل امبلمنت للاثنين انترفيس دول. حلو، طيب ملخص الاسئله اللي احنا قلناها، غطت معظم الاسئله اللي في الاو او بي، مفاهيم الاو او بي و
المفروض ان هي تساعدك في انك تتخطى اسئله الاو بي في الانترفيو. وبالتوفيق، واشوفكم في فيديوهات جايه عن اسئله انترفيوهات، اهم التوبكس اللي فيها.